احنا وصلنا ديزني الناس أمم زين نعمل هنا كل يبغى يصور عند هالعلامة دي سيلبريشن ما ادري ويشو مدينة هاي سكول 90 واحد شكلهم on behalf of Disneyland and the North Pole.
وصلنا الى قصر ميكي ماوس، اكو مبين من بعيد شكله تفقيع. الحين بنخش بيت ميكي ماوس والشله، بس انا ما يسوي مسرحيه زي اورلاندو، شكله حي. وبعد الحين احنا بنخش داخل، كان ما يتسكر علينا زي ميكي ماوس والشله، وندخل مدينه الاطفال. هنا اول لعبه لآية، اللعبه المفضله حقت الحصان. وش آية؟ طبعا الحين بنركب البوت والناس كلها هجوم هنا داخل ديزني لاند على أربعة. هذه من البوت هنا. ماشي.